يتبوأ المسجد النبوي الشريف مكانة عظيمة في قلوب المسلمين وتاريخهم، فمنذ أن بناه المصطفى صلى الله عليه وسلم شهد المسجد توسعات معمارية متعددة على مر العصور، جعلت منه نموذجاً فريداً في العمارة الإسلامية الحديثة. وضمن جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين، يأتي معرض عمارة المسجد النبوي. يقدم المعرض لمحة تعريفية عن عمارة المسجد في العهد النبوي، ويستعرض التوسعات التاريخية المتعاقبة. يتخلله عرض تعريفي مشوق عن الحجرة النبوية الشريفة، كما أفرد المعرض حديثاً عن التوسعات السعودية ابتداءً من عهد جلالة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. يتناول المعرض مجموعة الخدمات والتقنيات وأهم المعالم والمعلومات، ومجموعة من أندر المقتنيات تعرض بأشهر اللغات الحية، ليصبح المعرض واحة معلوماتية إيمانية إبرازاً لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.